قام عضو عن المجلس البلدي لبلدية سوق الجمعة بزيارة ميدانية لمتابعة سير أداء امتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2015-2016. وشملت الزيارة مدرسة 24 من ديسمبر والتي تضم طلبة مدارس كل من شهداء سوق الجمعة، الجولان والجيل الثائر والأمانة الجديدة ومدرسة الجهاد، والتي تضم طلبة مدارس كل من الجهاد وأحمد كارا، عمرو بن العاص وذات النطاقين وشهداء الشط ونيل الأوطار، بالإضافة إلى طلبة المنازل ببلدية سوق الجمعة. عقد بديوان بلدية مصراتة اجتماع ضم عميد بلدية مصراتة وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية مع عميد بلدية وأعضاء المجلس البلدي زديتن. تناول الاجتماع عدة نقاط تتعلق بالتنسيق والتعاون بين البلديتين وسبل تفعيل الحكم المحلي حسب ما نصت عليه القوانين واللوائح التي تتعلق بالإدارة المحلية. أقامت اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بالمجلس البلدي زوارة ورشة عمل خاصة بتحديث المنظومة التعليمية بالبلدية تحت شعار نحو استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم. شملت الورشة عدة محاور من بينها التعريف بالتخطيط الاستراتيجي والتوصل إلى صياغة مشاريع وفق الخطة الاستراتيجية. واستهدفت الورشة عدداً من المختصين والمهتمين بقطاع التعليم بالبلدية، وذلك لإشراكهم في التوصل إلى صياغة خطة متكاملة لرفع وتطوير التعليم ببلدية زوارة. تواصل اللجنة التحضيرية لملتقى بلديات ليبيا اجتماعاتها ببلدية عنزارة للإعداد لملتقى بلديات ليبيا الأول، والذي من المقرر إقامته خلال الأيام القادمة في طرابلس، وذلك برعاية وزارة الحكم المحلي تحت شعار ليبيا تجمعنا بمشاركة عدة بلديات، وهي سيدي السايح وحي الأندلس وأبو سليم وسوق الجمعة وعنزارة، إلى جانب إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي. عقد بديوان بلدية طرابلس المركز اجتماع ضم أعضاء ورئيس ديوان البلدية، تم من خلاله مناقشة العديد من النقاط التي تتعلق ببحث وإعداد الوثيقة التأسيسية للرابطة الوطنية لمجالس البلدية.